وحول هذا الموضوع ينضم معنا الكاتب والمحلل السياسي رجاء طلب. مرحبا بك أستاذي الكريم. يعني بداية، هي الزيارة الثانية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الأردن، يعني منذ نشوب حرب أكتوبر، يعني ما توقعاتكم لجعبة بلينكن هذه المرة، وبماذا سوف تختلف عن هذه الزيارة، عن الزيارة الثالث عشر من أكتوبر؟ يعني حسب ما هو أعلن أصلا من قبل مجيئه للشرق الأوسط، قبل مجيئه لزيارة تركيا، قال إنه هذه الزيارة هدفها الأساسي هو احتواء حالة الحرب وعدم تمددها إلى كافة مناطق المنطقة، وبالتالي محاصرتها وعدم توسعها. هذا هو الهدف الأساسي للزيارة، ولكن بطبيعة الحال سوف يكون موضوع استمرار الحرب في غزة، طبيعة الحرب، الحالة الإنسانية للفلسطينيين داخل القطاع، الحالة الغذاء، مجمل وضع غزة سيكون على طاولة البحث مع الشخصيات والزعماء والقادة الذين سيلتقيهم في دول الخليج بالإضافة للأردن ومصر. إذن الزيارة شاملة حقيقة، يعني جدول أعمالها لا يقتصر على نقطة واحدة. أهمها بكل تأكيد بالنسبة للولايات المتحدة عدم اتساع رقعة الحرب، لأنه كما تعلمين الولايات المتحدة الآن دخلت في مرحلة ما يسمى يعني الحالة الانتخابية، الانتخابات نهاية هذا العام في أمريكا، وبايدن كرئيس مرشح لأن يكون هو المرشح للحزب الديمقراطي هو الآن في حالة استعداد للانتخابات، وفي سنة الانتخابات بالعادة لا يوجد ما هو أهم من الانتخابات في الولايات المتحدة. إذن الانتخابات هي الأولوية، لذا يجب أن يكون الإقليم هادئ من أجل أن تمر هذه الانتخابات وفق الأجندة التي تريدها الإدارة الأمريكية. تحدث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لوزير الخارجية الأمريكي ضرورة فتح ممرات إنسانية لإدخال مساعدات إلى غزة، يعني أهمية وقف التصعيد بالحرب على غزة هو حماية المدنيين. هل تلمس هناك هدنة قريبة في غزة؟ طيب ما هي الشروط لتحقيق ذلك؟ يعني اليوم هو 3 أشهر بالضبط، هو كان هناك يعني احتمالية كبيرة بأن يكون هناك هدنة، وهدنة طويلة حسب المقترح المصري، الورقة المصرية كما تعلمين التي قدمت قبل أشهر، يعني قبل شهر وقليل، ولكن مع يعني تمادي العدوان الإسرائيلي وخروجه من غزة إلى الحارة الضاحية الجنوبية في لبنان واغتيال الحاج صالح العروري، أصبح لا مجال للتفاوض حول أي شيء يعني بين إسرائيل وبين حركة حماس والمقاومة. يعني وبتقديري أن اغتيال صالح العروري هو قرار متعمد من نتنياهو ومن جالانت من أجل توسيع رقعة الحرب. أنت تعلمين أن نتنياهو ليس لديه مصلحة على الإطلاق بأن يكون هناك جدول زمني سريع باتجاه وقف الحرب، هو يريد أن تطول هذه الحرب إلى أبعد فترة ممكنة بسبب القضايا التي تطارده في المحاكم وبسبب لجنة التحقيق التي ستأتي، والتي يعني هو لم تتشكل إلى الآن لجنة تحقيق رسمية إسرائيلية. قام هيرزي هاليفي وزير رئيس الأركان بتشكيل لجنة تحقيق داخلية داخل الجيش، ووضع على رأسها وزير الدفاع الأسبق شاول موفاز، وجن جنون نتنياهو والتابعين له في مجلس بالكابينت في المجلس الوزراء المصغر الأمني والسياسي، وشنوا على هيرزي هاليفي حملة كادوا أن يضربوه بيديهم في اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس كما تعلمين. إذن هو يريد أن يمارس ما يسمى بالهروب إلى الأمام، هو يريد إطالة أمد الحرب ولا يريد أبدا أن تنتهي بأقرب وقت ممكن. طيب بعد لقاء أيضا بلينكن مع السيد محمود عباس، يعني هل من الممكن أن يكون عباس وسيط حل بين حماس وإسرائيل؟ يعني برأيك هل سوف تستجيب حماس لوساطة عباس إذا طلب منها؟ لا أعتقد، لأنه أصلا الخطوط بين رام الله بين الرئيس عباس وحركة حماس خطوط مقطوعة، يعني
يعني هذا هي حقيقة وليس دعاية سياسية. الرئيس عباس لم يتصل حتى بقادة حماس يعزيهم في مقتل أبنائهم يعني أو في التعزية بصالح العروري وهو الرجل الثاني في حركة حماس، لم يقم الرئيس عباس بتعزيتهم به، وهذا يعني مؤشر على أن العلاقات باردة للغاية بين الجانبين. أنا لا أعتقد أن السلطة مؤهلة من ناحية عملية للقيام بأي دور، هي تريد أن تدرك فقط الذي يهم الآن السلطة الفلسطينية الذي يهم رام الله باختصار، هو ماذا سيكون الدور المناط بها بعد انتهاء الحرب بغزة. هذه هي القضية الأساسية بالنسبة لهم. برأيك هذه القضية الأساسية، لكن اليوم نحن 3 أشهر راح المئات من الضحايا، واليوم كلهم في الملاجئ والخيام. نعم، يعني أنت تقولين إلى متى ستبقى هذه الحرب؟ هذا يعتمد على عامل أساسي، يعني العامل الأساسي هو الآن بلينكين، هل سيسمع بالمنطقة أنه كفى وسيكون هناك، بدل ما أن يكون هناك ضغط من بلينكين على الدول العربية من أجل أن يعني تضبط الساحة وتضبط الأمور في المنطقة وأن لا تتسع رقعة الحرب، يجب أن يكون هناك ضغط عربي على بلينكين من أجل أن يضغط على نتنياهو والقيادة الاحتلال لوقف هذه الحرب. القرار بيد نتنياهو ومجلس الحرب، ليس بيد الدول العربية حقيقة. فبالتالي الولايات المتحدة تملك هذا المفتاح، إلى متى ستبقى مهملة هذا الضغط ولا تريد استخدامه ضد إسرائيل؟ السؤال يجب أن يوجه إلى بلينكين. أنا لو كنت من بين الوفد الصحفي الذي يلتقي بلينكين في أي مكان، بلينكين في أي مكان، سوف وجه له هذا السؤال، إلى متى ستبقون تعطوا الضوء الأخضر لإسرائيل للاستمرار في هذه الحرب؟ طيب. اليوم على خطى الأردن، يعني قدمت أيضا فرنسا مساعدات إلى غزة طريق الإنزال الجوي، هل نتوقع مشاركة دول أخرى في تقديم هذه المساعدات؟ كما ذكرت بعض الدول كلهم في حلقة واحدة. نعم، ممكن أن تقدم، يعني الإمارات ستشترك أو اشتركت، قطر تقدم، يعني معظم الدول العربية، الكويت تقدم ولها مستشفى ميداني كما تعلمين. ولا المشكلة ليست سيدتي ليست في المساعدات، المشكلة في ضرورة إنهاء الحرب، لأنه أي مساعدات ستأتي إلى القطاع لن تستطيع أن تفي القطاع حقه. الماء من أين يأتي؟ الصرف الصحي كيف يمكن أن يضبط؟ الإعمار متى سيتم؟ الناس تنام بالعراء. يعني إن لم تقف هذه الطائرات وتتوقف عن القصف، والمدفعية تتوقف عن القصف، لن يكون هناك حياة طبيعية. الأولوية هنا لوقف إطلاق النار، من بعد ذلك يمكن أن يكون أي مساعدة مجدية ومفيدة. وبالتأكيد عندما تنتهي الحرب سيفتح المعبر على مصراعيه من أجل تدفق يعني المساعدات. يعني مساعدات سيد أستاذ رجا، يعني إحنا المساعدات إذا كانت بناء أو، لكن هذه المساعدات آنية من ماء ودواء وأدوية. نعم، هناك شحن كبير بكل تأكيد. لذلك أقول أنه إن لم تتوقف الحرب ستبقى هذه المساعدات تأتي بمستوى ضئيل وقليل جدا، لا يفي إطلاقا بحاجة الناس. أنت تعلمين الآن العمليات تجري، كل الذين يصابوا هم بحاجة إلى عمليات جراحية، لا يوجد مخدر، لا يوجد قطن، يعني لا يوجد مطهر لهذه الجروح. كل هذا يعني، وبالتالي هذه الجروح تتسمم ويصيبها غرغرينا، ويضطر في الكثير من الأحيان إلى بتر الأعضاء بدون بنج، وهذا شيء غير إنساني على الإطلاق. لا يمكن أن يتصور عقل أننا بالقرن 21 وتجرى عمليات لبشر دون بنج. يعني هذه لو جاء بيكاسو يريد أن يقوم برسم اللوحة التكعيبية الغريبة لن سوف يتحير أمام هكذا مشهد. ماذا سيرسم؟ سيرسم شيء جنوني، لأنه الذي يجري شيء جنوني. يعني بعد كل هذا الصمت العالمي تجاه القتل في غزة، باعتقادك اليوم هل هناك زعزعة ثقة بين الشعوب العالمية، يعني أنظمتها الحاكمة والمدعية هي أيضا هذه الشعوب للديمقراطية، خاصة أن الشوارع جميعها تجوب بالعلم الفلسطيني، تشهد أيضا تظاهرات نصرة إلى غزة؟ بكل تأكيد هذا تطور مهم، ولكن تعلمين أن الرأي العام العالمي ليس هو صانع القرار،
هو يؤثر على من يصنعون القرار، ولكن ليس هو صانع القرار. لكن إذا استمر هذا الانقلاب في الرأي العام العالمي لصالح رفع العلم الفلسطيني مثلما تفضلتي، والتعرف على حقائق قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني، سيكون هذا مفيد للغاية، لأنه في نهاية المطاف هذه الدول التي لديها ديمقراطية وتمارس هذه الديمقراطية ستضطر إلى أن تذهب إلى انتخابات، وبالتالي الشعب الذي أي شعب من هذه الشعوب الديمقراطية سينتخب من يكونون مع الحق وليسوا مع الظلم، وبالتالي هناك أثر مفيد ومفيد جدا، ولكن ليس آنيا، سيأتي في المستقبل القريب عندما تبدأ هنا تنتهي الحرب وتبدأ الانتخابات في أي دولة من هذه الدول بما فيها الولايات المتحدة نفسها. نعم، كاتب والمحلل السياسي رجاء طلب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.